قاموا لأول مرة في ليبيا والعالم العربي في مدينة طرابلس، وبالتحديد في قاعة المؤتمرات بأبراج ذات العماد. هذه الاحتفالية المهداة إلى نظام التشغيل لينكس والبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر جاءت بعد عدة أشهر من التحضيرات والترتيبات بإشراف ومساهمة جهات عدة، منها شبكة العنكبوت الليبي والمجموعة الليبية للبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر. كيف سمعت بيوم لينكس؟ والله قصيت على واحد من المتابعين، لقيت إعلان قد إيكايو وحبيت أن نجرب النظام، وقالوا فيه عصص مؤتمر وسجلت في الموقع متاعهم ومشيت لهم والحمد لله. عن طريق النت وانا نسيرش لقيت الويب سايت متاعهم دايرين إعلان على اليوم لينكس الأول. كان تنظيم جيد للغاية، وأضافنا المعلومات للمزيد عن نظام لينكس والمصادر المفتوحة بصفة عام. بدأ هذا اليوم الخاص جدا بتوافد الحضور والزوار من مختلف المدن الليبية، فضلا عن حضور ملفت من بعض الدول العربية الذين جاءوا خصيصا للمشاركة في هذه المناسبة، وأيضا للتعرف على أقرانهم في هذا المجال. هو في شوية مشاكل، قاعة القاعة اللي يعطونا فيها شو اسمه الانفورميشن على لينكس كانت شوي صغيرة، واضطرينا أن نكون واقفين يعني. ممكن في النسخ كمان خلصت اللي على اساس دنيا يعطونا اياها واللي وعدونا فيها، بس كاجمالا كفكره يعني ممتازه وفكره جديده، ونحن بليبيا طبعا اكيد محتاجين لهيك شيء. هي خطوه نحو الانطلاقه الصحيحه التي تؤسس لتطور معرفي فيها في مجال التقنيات الحديثه. كان الحدث عبارة عن يوم كامل من المحاضرات وحلقات النقاش لكل ما له علاقة بنظام لينكس والبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، بالإضافة إلى تجهيز ورش عمل استمرت طيلة الوقت لمن يحب أن يختبر نظام لينكس على حاسوبه الشخصي أو على أحد أجهزة الكمبيوتر التي تم توفيرها للزوار خصيصاً لهذا الغرض. نحب نشكر قناة الليبية وبرنامج تكنولوجيا تغطية هذا الحدث التاريخي الذي يعود الأول من نوعه في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، اللي هو يوم لينكس الأول في ليبيا. يوم لينكس نظماتها مجموعة الليبية البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر التابعة لجمعية الوطنية لرعاية الشباب. اليوم هذا أهم في الموضوع أن اليوم هذا فكرة والتنفيذ من الشباب الليبيين بالكامل، يعني الحدث من A to Z من الأول للأخير من الشباب الليبيين. اليوم هذا زي ما هو من العنوان يوم لينكس، اليوم هذا أهم شيء تحدث عن نظام تشغيل لينكس، هو نظام بديل للويندوز مفتوح المصدر ومجاني. نظام جيد لقيته وخفيف وممتاز يعني من ناحية الحماية ومن ناحية المميزات ومن ناحية كبرامج يعني كمصدر مفتوح، إن المستخدم يقدر يعدل فيه ويقدر يضيف عليه أشياء ويقدر ينحي أشياء، فهمت علي؟ أحسن من نظام المايكروسوفت أوفيس الويندوز. ميزاته كثيرة، وأكبر ميزة لي هو السكيورتي طبعا، ما فيش أكثر حاجة ضمان للأجهزة متاعنا يعني نتفادوا بيها ونتجنبوا بيه الفيروسات، كذلك كل البدائل في كل البرامج اللي نشتغلوا بها على مثلا الويندوز العادي نقول لاقين لها بديل فيها يعني في لينوكس، فهمت؟ على الاوبن سورس كل البرامج يعني نلاقين لها بدائل، والاكبر ميزه ليها ان احنا مستحقينها ان هو السكيورتي. هذه طبعا توجه جديد طبعا بالنسبه للعالم طبعا اللي هو محاربه الاحتكار اللي تقوم به بعض الشركات الكبرى. رقم واحد ميزات من الناحيه الماليه، لان البرمجيات هذه تتميز ب قلة الثمن مقارنة ببرامج الاحتكارية. بالنسبة للميزة الثانية والميزة المهمة جدا هو التخلص من احتكار الشركات الاحتكارية. العيوب اللي للينكس أو البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر طبعا ما فيش شيء لازم في البداية بتطلع العيوب، لكن الميزة أنه هو مفتوح المصدر يساهم في تعديل هذه العيوب وإصلاحها جميع مهندسين العالم. هل ممكن موضوع أن مفتوح المصدر أساسا تكون نقطة ضعف في النظام؟ على العكس، بالعكس هي نقطة إيجابية. اللينكس من بدايته كان بسيط جدا في بداية التسعينات في 94-95 لغاية يعني في خلال سنوات بسيطة جدا أصبح من أفضل أنظمة التشغيل. ليش؟ لأن جميع مهندسين العالم اشتركوا فيه، فهو لأن مفتوح المصدر
سمح لجميع المهندسين أن يشتركوا في دعمه وفي تطويره وفي تحسينه، فهو بأنه مفتوح مصدر هذه ميزة وليس عيب.